أنا هنا في مقبرة تل السلطان غرب مدينة رفح، وهذه إجراءات دفن ومقبرة جماعية لجثامين 100 شهيد سلمهم الاحتلال عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، بعد أن سرق جثامينهم ونبش قبورهم من مناطق مختلفة في قطاع غزة، حيث لم يكرمهم حتى بكرامة الدفن بشكل يليق بهؤلاء الشهداء، هؤلاء منهم الأطفال ومنهم النساء. وهنا هذه الإجراءات التي يعني تنفذها وزارة الصحة مع وزارة الأوقاف الفلسطينية لدفن هؤلاء الشهداء في مقبرة جماعية. نتحدث الآن للجنة أوقاف رفح لتحدثنا أكثر عن هذه الإجراءات وكيف يمكن أن نتعرف على الشهداء أو حتى ذويهم ليتعرفوا على الشهداء. يعطيك العافية، متى تسلمتم هذه الجثامين وما هي إجراءات الدفن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بالتأكيد تم تسليم هؤلاء الشهداء اليوم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى أبو يوسف النجار، وتم إحضارهم إلى هذه المقبرة، المقبرة الجماعية، مقبرة تل السلطان، المقبرة الغربية المركزية في محافظة رفح، حيث تم تسليم هؤلاء الشهداء بقرابة 70 إلى 100 شهيد. طبعا بالتأكيد هذه المقبرة اليوم الجماعية هي المقبرة الثانية في محافظة رفح، قبل أسبوعين تم تسليم 80 شهيدا وتم دفنهم في مقبرة جماعية، واليوم يتم المقبرة الجماعية الثانية في محافظة رفح. كيف حيتعرف الناس على أبنائهم الذين سرقت جثامينهم؟ كيف حيعرفوا وين المقابر اللي دفنوا فيها؟ طبعا اليوم وزارة الصحة تقوم بأخذ صورة لهؤلاء الشهداء لكي يتم التعرف عليهم بعد الانتهاء من هذا العدوان الصهيوني ومن هذه الإبادة الجماعية. طبعا هؤلاء الشهداء منكل بهم، منهم الأطفال ومنهم النساء ومنهم الشيوخ ومنهم الشباب، حيث يتم دفنهم في هذه المقبرة الجماعية. طبعا هؤلاء الشهداء جثامينهم محللة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم. شكرا جزيلا. هذه الصورة لهذه القبور، 50 قبرا سيتم دفن 100 شهيد بها، وكل جثمانين في قبر واحد لعدم كفاية هذه القبور في ظل أعداد الشهداء المتزايدة، في ظل هذا العدوان المتواصل، ولعدم كفاية أيضا المساحات في قطاع غزة، وأيضا يتم تصوير جثمان كل شهيد ليتم التعرف عليه لاحقا من ذويه. جرائم ممتدة ومتواصلة وقتل متسلسل للإنسان في قطاع غزة، حيا وميتا. من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.